هنا. بصي انا عملت ايفنت وسميته بيست بارتي ان اليكس. علي اول ما يشوفه هيجي على طول. مش عارفه انا اصلا ما اعرفش اي حد هنا عشان اعمل له انفايت. مش مهم بتعملي انفايت لحد، المهم ان علي يعرف يجي وبعد كده اي حد يجي حواليه. مش خلاص، يبقى انا ممكن اعزم مثلا شويه من جيراني على شويه من الناس اللي في الكافيه عند عمرو. اه ماشي خلاص هظبط. ربنا معاكي. اهلا. طبعا عايزه تعرفي علي فين. لا يا سخيف، جاي علشان اعزمك على عيد ميلادي على فكره. شفت بقى انك ظالمني. اه عيد ميلاد. اوكي بص يا عمرو، انا حاسه ان انا كان ممكن نبقى اصحاب كويسين جدا. المشكله بس ان احنا ما تعرفناش على بعض صح، انت بس فاهم غلط. فاهم غلط ايه بس يا رندا؟ انا اول مره شفتك كنت بتحاولي تهربي مني، وتاني مره كنت عماله تحكي لي على علاقتك بعلي زمان. ايوه وانا اسفه ان انا ضايقتك، وعلشان كده انا هنا دلوقتي بحاول اصلح ده ونبتدي صفحه جديده، بس انت لشكلك مش عايز. عادي زيك، عامل ايه؟ انا كنت جايه عشان اعزمك على عيد ميلادي، وما تقلقش هيبقى في ناس كتير جدا، فمش هنبقى لوحدنا، فبتهيألي كده هاديه مش هتبقى متضايقه. ايه رايك، هتيجي ولا ايه؟ رايي في ايه؟ انت بتهزري، ده عيد ميلادك. طبعا جاي، مش محتاجه كلام. ازيك؟ عامله ايه؟ انا رندا جارتك الجديده. عارفه شفتك. طب كويس. انا بس كنت جايه عشان اعزمك على عيد ميلادي، قلت بقى احنا جيران وكده ففرصه نتعرف على بعض اكتر. عيد ميلادك؟ احنا مش صحاب يعني عشان تعزميني على حاجه زي كده. مش صحاب، بس احنا اكتر من صحاب، احنا جيران ساكنين في بيت واحد. هبقى مبسوطه قوي قوي لو اتعرفت على حد جميل زيك. حد جميل؟ هو انا هاجي لاني احب جدا اشوف الحاجات الغريبه اللي زيك. انا اصلي مهتمه بالامراض النفسيه والاضطرابات الذهنيه اللي زي دي، واحب برضو استكشف اكتر الموضوع لانه بيفيدني في دراستي علم النفس. اشوفك. اوكي هستناكي. رندا بصي يا رندا، جبتلك ايه؟ جبتلك كل الزينه اللي موجوده في السوق كلها. بصي صندوق ولا صندوق الدنيا. دنيا ايه؟ هو ده اللي خبيره حفلات؟ اه جايبه لي زينه اسبوع يا حبيبتي، اخت العروسه اصلا. هو ايه اللي بيبي بوي؟ هو اسبوع بيبي بوي ايه؟ بصي الدبدوب ده بقى، ها ايه رايك؟ ليه دبدوب؟ ليه في دبدوب في العيد ميلاد؟ لا لا، وبصي بقى دي حاجات ايه لما تكوني جايبه بنت. وايه ده؟ هو انا عندي 10 سنين يا بوسينا؟ كريسماس ايه ده يا بنتي؟ دي شكليات، الزينة كلها واحد. السبوع زي الطهور، زي الطلاق، زي الجواز، كل الزينة شبه بعضها. ها بقى طمنيني، قوليلي مين بقى اللي جاي الحفلة؟ بصي أنا عزمت بس بقى. بصي بقى شفتي دي؟ شفتي ياه جميلة تحفة. أنا عارفة إن الفضيحة دي هتبقى بجلاجل. بصي أنا عزمت الجيران وعزمت عمرو وشوية ناس كده من الشركة، كامل معتصم. اخص عليكي، ليه عزمتي معتصم؟ ليه عزمتي الواد الفقري ده؟ ايه يا بوسينا؟ طب كنت هعمل ايه انا؟ هو انا اعرف حد اساسا هنا عشان اعزمه؟ وبعدين مش انت اصلا اللي قلتي لي اهم حاجه ان علي يجي؟ ايوه قلت كده فعلا. طيب الو. ايوه حاضر حاضر، انا جاي على طول. حاضر حاضر. بقول لك ايه، انا لازم امشي دلوقتي على طول. تمشي تروحي فين؟ تمشي ده علي بيكلمك عشان يقول لك خليها تبعد عني صح؟ علي مين؟ وهيجيب نمرتي منين؟ انت بتفكري كده ازاي؟ دي مدرسه ابني مروان. المدير اتصل بيا قال لي ان هو ضرب العيال تاني زي كل مره، انهم بيتنمروا عليه، فلازم اروح لمدير المدرسه قبله. طيب بس من فضلك يعني ما تتاخريش عليا، انا مش عارفه اتصرف. امسكي دول انفخيهم لحد ما اجي لك. هروح واجي على طول. ما تتأخريش عليا والنبي، انا مش عارفه اعمل حاجه من غيرك. هروح واجي على طول. ايه ده؟ ايه اللون ده؟ افرح ازاي انا ببالونه اللون ده؟
انت ليه ضربتهم؟ هما اللي كانوا بيتريقوا عليا وبيقولوا لي يا فاشل علشان جبت درجة وحشة في الناس، قمت انا ضاربهم كلهم. يا حبيبي انت ما ضربتهمش، انت خرشمتهم. انت عارف عملتك دي هتضطرني ان انا اتأخر عن عيد ميلاد رندا ومش هحضره من الاول. خليك واقف هنا، اوعى تضرب حد تاني. يا فندم صدقني ابني مؤكد مظلوم، مؤكد في حاجة غلط. مظلوم ايه حضرتك؟ ابنك فتح دماغ تلاتة من زمايله. حضرتك معايا ولا ايه؟ ولا عندك ميعاد مهمة أو حاجة أهم من الموضوع اللي بنتكلم فيه دلوقتي؟ لا يا فندم أبداً، هو في حاجة أهم من اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي؟ أنا بقول كده برضو. المهم أنا بس حبيت أبلغ حضرتك إن أولياء الأمور مش هيسكتوا على اللي حصل ده، ولازم حضرتك تفهمي إن اللي مروان عمله ده مش بس هيتسبب في فصله من الدراسة، لا ده وارد جداً إن أولياء الأمور يقدموا بلاغ في الاسم. ما هو اللي حصل ده مش بسيط خالص. لا حضرتك يعني بلاش حكاية بلاغ في الاسم دي، يعني ده ولد صغير، هو الفترة الأخيرة كان بيمر بمشاكل بس هو إن شاء الله هيتعالج وإن شاء الله سلوكه هيبقى أفضل. بس حضرتك ساعدني يعني في موضوع إن ما يبقاش فيه بلاغ في الاسم. مفيش حاجة بإيدي أقدر أساعدك بيها، الموضوع خرج من إيدي خلاص. ياه بريه عليه راجل. شفتي؟ مش أنا قلتلك قبل كده إن الراجل ده شرير قوي؟ يعني أنت كنت لازم تتغابى يعني وتتغاشم وتضرب العيال وتخرشمهم كده؟ وأنا مش علمتك لما تيجي تضرب حد عشان تاخد حقك ما تسيبش علامة تتاخد عليك؟ مش أنت اللي علمتيني وقلتيني ما خافش من حد واخد حقي للآخر؟ أيوة تاخد حقك بذكاء مش بغباء مش بغشومية. مش عارفة إيه التليفون اللي عمال تيتك؟ ياه شفت رندا متصلة بيا 12 مرة. يا رندا ما تقلقيش يا حبيبتي، أنا في السكة أهو على طول جايلك على طول. يلا نروح لها بسرعة. ها طمنيني، ايه الأخبار؟ زفت، الأخبار زفت. زفت ليه؟ هو علي مش جاي؟ جاي، المصيبة إن هو جاي، عمل جوينج على الإيفنت وهيجي يلاقي البواب وصاحب الكشك اللي تحت والراجل اللي كان بيشتري سجاير من صاحب الكشك اللي تحت. ده المنظر اللي علي هيشوفه لما يدخل من الباب ده، هيشوف ده. اه ماشي، نهدى نهدى عشان نعرف نفكر، يعني بلاش بقى هلاوس وتوتر. هلاوس بوسينة؟ هو انت مش شايفه ولا مش مستوعبه؟ ما هي اصل هي حاجه من الاثنين، ما لهمش تالت. انا خلاص، انا بجد متاكده ان اللي بيحصل ده دلوقتي ده هو بالظبط نفس اكني بقرر عيد ميلادي وانا صغيره. برضو علي هيجي وهيسيبني ويمشي زي بالظبط ما بابي جه وسابني ومشي. يسيبك؟ مين اللي يقدر يسيبك؟ اون ماي ديد بودي. أنا معاكي يا حبيبتي، وإحنا مع بعض هنعمل أحلى حفلة في حياتك كلها. طول ما معاكي بوسينة ما تقلقيش. أنا بخاف شوية من الجملة دي. المهم قولي لي علي جاي الساعة كام؟ هو بعت لي مسج من شوية قال لي إن هو قدامه بتاع ربع ساعة أو نص ساعة، بس أنا بصي أنا بفكر أكلمه وأقول له إن أنا تعبت فجأة وهأجل العيد ميلاد. لا لا، تأجلي إيه بس؟ ده إحنا ما صدقنا نجيبه. تقومي أنتِ تأجلي؟ هو إحنا قلنا إيه؟ مش قلنا إن إحنا هنتغلب على مخاوفنا ونخلي الخوف يخاف مننا؟ لا انت ما تعبتيش، انت هتقدري، وطول ما احنا مع بعض هنقدر وهوريكي هثبتلك. طب انت رايحه فين تاني دلوقتي؟ قبل ما علي يجي بدقيقه هخليلك الشقه دي مليانه ناس مزنقين في بعض كده. ها صح، ساعه عشان تنزل. انا مش متصله بيك، قاعده ملطوعه مستنياك. معلش حقك عليا. بقول لك ايه؟ ها؟ المكان اللي انت بتتمرن فيه ده في ناس صحابك؟ لا باجي احلق وامشي. ما اكيد طبعا اعرفهم، ماما بتدرب معاهم كل يوم. تعرف تجيب لي 15 20 25 30 عيل كده وتجيبهم لي على حفله كمان ساعه وهاكلهم وعشيهم وهديك العنوان دلوقتي. تاني اتخانقت انت بابا تاني وجاي لي عشان اجيب له ناس؟ لا لا يا ماما مش هجيب له ناس، لا راجل غلبان برضه يا ماما، مش هنعمل معاه كده يعني. حبيبي الغباوه دي ورثها من مين؟ مين قال لك ان انا هتخانق مع ابوك؟ دي حفلة هيتعشوا، هياكلوا جاتوه، هيهيصوا، مزيكا. حلو ده، هجيبهم واجي يا ماما. لا هما ييجوا انت ما تجيبهمش وتيجي. ليه يا ماما؟ لان انت هتروح اخوك الصغير. حبيبي انزل لي، تعالى لي. حبيبي تعالى لي؟ هو انا يا ماما ماليش في الفرح يعني؟ يعني هما يا ماما يحتفلوا وانا ما احتفلش؟ تبعتيني بس العزفة البلد، قرايب ابوك تبعتيني الزقازيق عشان ستك عندها الصفرة، تبعتيني لمرات عمي عشان بتتوحم على مشبك. حبيبي تحمل المسؤولية ده مهم، انت تروح اخوك، ده عهدتك.
صحابك تجيبهم لي. العنوان هبعته لك دلوقتي على الواتس.